بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بدأ نشكر كل من حضر لهذا الملتقى العلمي الهادف، ونثني على كل جهد بُذل لإنجاحه. نشكر كل من يحضر لفعالياته، وكل من يستمع لما يلقى فيه من محاضرات، ونتمنى التوفيق والسداد لكل من يحاضر فيها ويسهم في إنجاح فعالياته. السادة المستمعين السادة الحضور مصر أرض الكنانة بهذا الملتقى الدولي الهادف تحاول أن ترصد وتحيط ببعض البصمة لكل ما هو فن مصري على الساحة الإفريقية والعربية ولا الحق في ذلك نسعى من خلال مساهمتنا والمداخلة التي سنشارك بها لدراسة بعض الاثر او بعض اثر الادب والادباء المصريين على الساحه العربيه من خلال مداخلتنا الموسومه باثر الادب والادباء المصريين في الادب الجزائري الحديث لا احد يستطيع نكران فضل مصر وتاثيرها وتاثير علمائها ومفكريها وادبائها وككثير من دول المشرق على الجزائر أثناء المحنة التي ابتليت بها وأقصد بذلك محنة الاستعمار الذي سعى لمهاجمة الجزائر في هويتها وفي معتقداتها وفي وكل ما يمت إلى القومية والعربية بصال بصلة توقفت في المداخله عند أثر الادب المشرق القديم في ادب المغرب الاسلامي وتوقفت عن بعض الاسماء المصريه في ذلك وقد كان ذلك توطئه للولوج لفكره المداخله ثم انتقلت بعدها إلى الحديث عن المرجعيات المشرقية في المشروع النهضوي الأدب الجزائري الحديث وركزت على الدور الريادي لمصر وكيف تأثر الأدباء الجزائريين بما, بما أنتجه أدباء الاتجاه الإحيائي مثل محمود سامي البارودي وبعده أحمد شوقي وحافظ إبراهيم والرافعي وغيرهم وقد شفعت قولي بشواهد شعرية عديدة لشعراء جزائريين امثال محمد العيد آل خليفه واحمد سحنون ومفدي زكريا وغيرهم وقد عكسوا بعد بعد ذلك الاثر. اذا قلت ساعة فرنسا لطمس معالم الهويه الجزائريه وعملت على تدمير العلائق التي تعزز الانتماء العربي والقوميه. الجزائريون في تلك الفتره استفادوا بصلاتهم التي تربطهم بالمشرق وخاصه مصر واستفادت من تلك الصله تجاريا وحربيا وفكريا وثقافيا حظ الادب لم يكن قليلا حيث انبار الادباء الجزائريون لقراءه التراث العربي القديم وبعد حمله نابليون بونابرت على مصر وبزوغ بوادر النهضه في مصر تحديدا والوطن العربي بشكل عام استفاد التيار الإصلاحي خاصة الذي يتزعمه الإمام عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي ومحمد الأمين العمودي وغيرهم كثير استفادوا من هذا التواصل فاتسم أدبهم بالإحيائية والتقليد لقدماء العرب من شعراء المشرق من خلال الإيقاع والتصوير والتصوير عفوا والتخيل وجزالة اللفظ والتمسك بعمود الشعر دون أن يخفوا تأثرهم بالذين حملوا لواء الإحياء من بعد من أمثال سامي البارودي والثلة التي ذكرتها في بداية المحاضرة أو في بداية المداخلة. من التيار التقليدي والإتجاه الكلاسيكي. الذين ظلوا أوفياء لشكل القصيدة العمودية وبنائه المعماري ولكثير من مضامينه الشعرية وأقحم مواضيع أملاها الواقع العربي وواقع الاستعمار آنذاك وتحدثوا فيها وتقاطعوا مع كثير من الادباء الجزائريين مع نظرائهم في المشرق ومصر تحديدا دون ودون الدخول في جدليه الاسبق في التاثير والتاثر ودون الفصل في ذلك نقول ان الادباء في مصر في تلك الفتره كانوا اكثر اريحيه من نظرائهم الجزائريين واتيح لهم عوامل كثيره ساعدتهم على الابداع فقد كانت عوامل فقد كانت عوامل الطباعة وأيضا تطور الصحافة وعوامل أخرى ساعدت في أن يحظى المصريون في تلك الفترة بجو مريح أو أكثر أريد حية من الجو الذي كان يعيشه الجزائري كان يعيشه الجزائريون آنذاك وأتاح ذلك فرصة تواصل الجزائريين معهم والتأثر بكثير مما كتبوه كانت لنا وقفة في المحاضرة مع الأديب والناقد طه حسين وأثره ومنهجه العلمي الذي اعتمده في دراسة النصوص وطريقته في الكتابة وأسلوبه الذي تميز به ولم يكن صداه في مصر فقط بل تأثر به عديد من الأجباء والنقاد الجزائريين وإذا بقي جيل مصطفى ناصف وبعده يوسف خليف ومي خليف وبعدها جيل جابر عصفور أوفياء لطه حسين فإن كثير من الأدباء الجزائريين أيضا تشربوا كثير من قناعات طه حسين الأدبية والنقدية ودعوا لترسيخ ود... لترسيخها جيلا بعد جيل ودعوا دعوته بضرورة ولوج عوالم نصوصنا بمناهج علمية كفيلة بصبر أغوارها واكتشاف كثير من دررها وكنوزها وجماليتها وسنورد لذلك أمثلة لأدباء ونقاد تأثروا بطاح حسين وادب طه حسين ونقد طه حسين. الاتجاه الرومانسي ايضا الاتجاه الرومانسي ايضا وتنظيم جماعه الديوان او مدرسه الديوان وما كانت تحمله من دعوات تجديديه في مضامن الشعر وشكله وجدت ما يقابلها في الادب والنقد الجزائريين. ستتوقف المداخله عند مول نموذج الاديب والناقد الجزائري رمضان حمود. الذي لم تمله الحياة طويلا ولكنه في عمره في عمره الوجيز استطاع ان يكون رائدا للاتجاه الرومانسي والاتجاه التجديدي في الجزائر. سنتوقف عند دعوته التجديدية وبعض ارائه الادبية والنقدية وطريقته في نظم الشعر وكتابته وخصائصه الاسلوبية. وهل تقاطع مع دعوات مع دعوات الديوان فيما كتب من شعر وفيما قاله من احكام نقدية. وما قاله بعض النقاد فيه في هذا المنحة وبعض اعترافاته عن ولائه الاتجاه الرومانسي التجديدي وإعجابه الكبير بما أبدته مدرسة الديوان من خلال كتاب الديوان لصاحبه العقاد والمازني من آراء وإعجابه الكبير بالعقاد كان كبيرا وأبرز ذلك في أكثر من محطة وستحاول المداخلة الحديث عن ذلك الأثر الذي تركه تركته الديوان ودعوته التجديدية في أدبه انتقلنا في محطة من محطات المداخلة للحديث عن بشير إبراهيمي الذي كان ينتمي إلى مدرسة الصنعة اللفظية ويشهد له القاسي والداني بتمكنه من زمام اللغة والبلاغة والفصاحة ولم يخفي يوما دور المشرق وأدباء المشرق قديمهم وحديثهم وكان دائم التواصل مع علماء الازهر واعتراف له بمكانه الادب وتمكنه من علوم الدين والعربيه تم تعيينه في مجمع اللغه العربيه في القاهره وكان له مساهمات جليله في ذلك ويشهد له, له القاصي والداني في ذلك قلت بعدما ربط البشير ابراهيم الاواصر مع المشرق وعم مع مصر تحديدا لوعيه بدور مصر الريادي فقد مهد برحلته المشرق الطريق للشباب الجزائري وللبعثات العلمية هناك وقد كان لكثير ممن عادوا للجزائر بعد بعد بعثاتهم العلمية دور في تأسيس مجموعة من الجرائد وبزوغ فجر الصحافة والنقد يريد الناقد الجزائري أبي القاسم سعد الله في كتاباته دراسات في الأدب الجزائري كثير من النماذج الإبداعية في ظل الاحتلال تدعو للجهاد والمقاومة متحدثة عن البعد البعد القومي والامتداد العربي والاسلامي لهذه الثوره ولم يخفي مؤازره العرب ودعمها لها وللمقاومه السياسيه والمسلحه فداء الوطن ودفاعا عن حريته. تلاحم المصريين والعرب مع هذه الثوره عكسته احداث عديده توقفت في المداخله عند نموذج ايقونه النضال الجزائريه جميله بحير. وكيف ساهم الأشقاء العرب والمصريين خاصة ومعهم إخوانهم المدعين الجزائريين وحولوا جميل بحيرة لأقونة ورمز النضال ليس في الجزائر فقط بل لجميع أحرار العالم وهو لم يخفي وهو ما وهو الذي لم يخفيه الأدباء ولم يطمسه النقاد وهو ما بعض ما ستحاول المداخل المداخلة إبرازه فقد خلدوها في نصوصهم وخلدوهم أيضا السينما بما خصصته السينما المصرية لهذه الأيقونة من نصيب فقد أخرج الرائع يوسف شاهين رائعة رائعته جميلة الفيلم الذي خلد هذه الشخصية كما خلدها الأدباء وقفة أخرى لإبراز أثر الأدب والأدباء المصريين جعلتها, جعلتها المداخلة للحديث عن الأديب الجزائري الشهيد أحمد رضا حوحو فإذا كان هيكل هو رائد الفن الروائي في مصر بروايته زينب فإن أحمد رضا حوحو هو أيضا صاحب رائعة غادة أم القرى القصة الطويلة أو كما يحلو البعض أن يقول بأنها رواية ويعتبره كثير من النقاد هي بداية الفن القصصي الفن الناضج في الجزائر وأحمد رضا حوحو هو رائدها اختيارنا للأديب الشهيد أحمد رضا حوحو لأنه أديب جزائري جد متأثر بالأديب والكاتب المصري توفيق الحكيم المعروف بشخصية الحمار في كتاباته فقد كان يجري على لسان الحمار حما حواراته بطريقة تهكمية ساخرة ليخدم أوضاعا راهنة حينها أحمد رضحوح السعار من توفيق الحكام شخصية شخصية الحمار ووظفها في كتابته وخدم أيضا بها كثير من القضايا التي كان يؤمن بها خاصة قضية الوطن وكثير من القضايا الاجتماعية أعرف الاستعمار الفرنسي ذلك فكان أن نال من الرجل وقتله وشر ميتة فكان الأديب الشهيد في الأدب الجزائري قلت وظف شخصية حمار الحكيم فكانت في كتابتي حمار الحكيم أي الحمار ليس حماري بل هو حمار الحكيم أن الرجل يعترف ضمنا وصراحة بأن هذا الحمار ليس حماره وإنما هو متأثر فيه بصاحبه نماذج أخرى ستريدها المداخلة والوقت الممنوح لإبداء الملخص قصير قبل أن ينتهي الوقت أود أن أقول بأنني خلصت في المداخلة لخاتمة أبرزت فيها أهم خلاصات البحث ولم يكن البحث ليبت في الإشكالية القديمة المتجددة هل الأدب المغاربي عموما تأثر بالأدب المشرقي أم العكس ولكن حاولت ما استطعت أن أقول كلمة منصفة وهو أن الأدب المصري في تلك الفترة من فترات الثورة الجزائرية خاصة أتيحت له لأدبائه في ظروف ظروف معينة ساهمت في أن لك تكون له الحظوة بأن يكون بارزا ومتقدما على بعض ما كان موجودا في الادب المغاربي بشكل عام وايضا منحت له الظروف وايضا قصب السق السبق لان يجعل الاخر يتفاعل معه ومع ادبائه ونصوصه مع وجود طفرات ادبيه الجزائر امثال الامير عبد القادر الجزائري والبشير الابراهيمي الذين تفقت الذين فاقت تجاربهم الادبيه كثيرا من تجارب المشرقيه بل والعكس تاثر بعض به المشارقه ايضا وايضا القاصي والداني لا ينكر ذلك والمنصف من والمنصف من يقر بذلك. أشكر في نهاية المطاف مصر أرض الكناية. أشكر مصر أيضا وأشكر وزارة الثقافة الغيورة على مصر وفنون مصر وميراث مصر. أرجو أيضا لهذا الملتقى النجاح وأرجو أيضا لفعالياته النجاح وأرجو أن تكون نسخة أخرى لكل جزئية أو نسخ أخرى لكل جزئية من جزئيات هذه الفنون لأن كل فن يستحق منا ومن غيرنا أن يأخذ كثيرا من حقه وأن تتاح له فسحة أكبر ما يسعني في الأخير أيضا إلا أن أشكر كل الذين حضروا لهذا الملتقى وكل الذين يحضرون له وكل الذين حاضروا فيه وأسهموا فيه وبارك الله فيكم ودمتم